السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه جديده اللي هي غتكون عباره عن الحريشات مالحين كيطيبوا في المقله. بالنسبه للمقادير عندنا 4 ديال السميده رقيقه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه ديال المعدنوس، بصله صغيره مشلده، عندنا نص كاس الحليب، نص كاس ديال زيت العود وزبده دايبه، ونص كاس ديال الماء دافي. بالنسبه للحليب والماء بجوجهم دافيين، وعندنا الطون، وعندنا فرماج محكوك. غادي نبداو على بركه الله. نديرو السميده، ديروا عليها سنيده والملحه، الخميره، وغادي نخلطو هاد العناصر مزيان بحال هكا، ونضيفو عليهم الزبدة وزيت العود. غادي نبسبسوهم بيها، بعد ما كندخلو ديك الزبدة والزيت ديالنا في السميدة كنضيفو الحليب، وآخر حاجة كنضيفوها هي الماء. هنا غادي نضيفو هاد البصلة والمعدنوس اللي عندنا، وغنضيفو عليهم الطون من بعد ما نصفيهم الزيت ديالو. هنا من بعد ما صفينا الطون من الزيت كنضيفوه حتى هو، وكنضيفو الفرماج الكمية اللي بغيتو صافي. وهنا كنحاولو نجمعو الخليط ديالنا مزيان، وغندوزو ان شاء الله لتشكيل الحريشات ديالنا مع الطياب حتى هو. بالنسبة لي انا الماء ما دفتوش كامل، بغيت نشوف القياس ديال الحريشات ديالنا باش ما يجيونا الجارين، حتى على حسب السميد كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. المهم غادي نكمل هذاك نصف كاس كامل، وصافي ندوزو دابا لتشكيل الحريشات ديالنا. وبالنسبه لتشكيل الحريشات ديالنا كناخدو هاد الاطار هكا داير، كناخدو كميه من الخليط ديالنا كنديروه، كنحاولو نبسطوه شويه بيدينا، ونرشو عليه شويه السميد من الفوق، وكنضغطو بهذا بهذه الطريقه باش كيجي لينا سطح متساوي. كنحاولو نقادوه من الجوانب كاملين صافي، وكنزولو. من بعد ما كملنا الحريشات ديالنا شكلناهم بحال هكا، دابا غادي ندوزو نسخنو النقله ديالنا، ونديروه ونرشوها بالسميد ونديروهم يطيبوا. وهنا فاش كنبغيو نطيبوا الحريشات ديالنا كنبقاوهم بحال هكا كيتهزوا لينا بسهوله، وكنحطهم في المقله ديالنا ونخليهم تيطيبوا من هاد الوجه، ونقلبوهم لوجه لاخر. كيكونوا هما الحريشات ديالنا من بعد ما طابوا، كنتمنى تجربوهم وتدعموني، دعموا القناه ديالي بلايك واشتراك وبارطاج، وصحة وراحة.